السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة الإمام الإماري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شوية حاجات كده، عن جوز لما يجي يطلع هنديله فيتامين إيه أو كالسيوم إيه، أو مثلا منديلوش خالص، أو هنديله إزاي أو الجرعة إزاي. نقول ده أول جوز ما شاء الله عليه مطلع اتنين أهو، نشوفهم مع بعض أهو. طبعا تضرب بالدفع عيالها، ده عمره بالظبط 4 5 ايام. الزغلول ما شاء الله طالع كويس وصحة جيدة، وادي الزغلول التاني هو طالع ما شاء الله كويس مفيش اي مشكلة. وجالي سؤال برضك، لو انا جوزت ذكر ابيض لانتهاء امري مطوق هيطلعوا ايه؟ طبعا دي حاجة بتاعت ربنا وحظك ونصيبك، طلعوا أبيض ماشي، طلعوا مطوق ماشي زي اللي احنا شايفينه، طلعوا مصبع ماشي، طلعوا أحمر ماشي. كل الحاجات دي طبعا انت ورزقك فيها وحظك فيها، فعادي ممكن تجوز ذكر أبيض لانت إمري مطوقة، أو ذكر الأحمر هنشوفه برضك أهو. الذكر ده بيبقى ذكر احمر مطوق بطوء ابيض زي الامري، يعني انا مجوز ذكر احمر مطوق اهي رقبته من ورا تبقى طوء ابيض غير الطوء الايه الاصفر، وادي النساء اهي بيضة ورقدة على البيض. طبعا هنرجع للجوز ده ما شاء الله قعدت العيال اهي. طبعا ازاي اول ما يطلعوا هادي فيتامين او ادي ايه بحيث الزغلول تطلع كويسة؟ طبعا في جالي قبل ما اتكلم على الفيتامينات وكده جالي كذا سؤال، انا دلوقتي الزغاليل بتطلع عندي وتاني يوم بتموت على طول. طبعا تاني يوم بتموت على طول دي يبقى في سبب في مشكلة في الاب والام في معدتهم، يبقى في مثلا حمضيات وبكتيريا وكده بتبقى جيدة جدا عليهم. طبعا مش حبان في الاب والام عشان مناعتهم قوية، حبان في الزغلول عمر يوم او اتنين او تلاتة، اللي هي من ساعة ما تاكل وتقوم جاية طبعا مأكلة ابنها الصغير اللي هو الزغلول الصغير تلاقيه مات على طول، ما يستحملش البكتيريا اللي فيه بتقضي عليه على طول. فدي ايه سببها ودي علاجها؟ طبعا سببها بتبقى اكتريتها من المسقة، المسقة مبتتنضفش كويس وكده، فلازم نغسل مسقة كويس وكده. علاجها بقى ايه؟ اول حاجة مطهر معوي وفلاجيل. الفلاجيل طبعا قرص على نص لتر مية تدول لمدة ايه 10 ايام، اذا كان فائس او مش فائس او مطلع او لسه بايض فانت ايه ده مطهر معه عادي، ولا بيضرهم ولا بيفيدهم عادي، يعني في اي حاجة في معدتهم في اي ميكروب في اي حاجة بينضفهم على طول. طبعا في مطهر معوي اللي هو انتينال برضك، ده شرب برضك غطايا في لتر او نص لتر مية تدوله، في تديله بالتناوب يوم فلاجيل ويوم انتينال، وفي لو عايز تكمل الفلاجين ماشي، عايز تكمل انتلال ماشي، على حسب الموجود عندك مش شرط، الاتنين برضك ايه كويسين. هي كلها الخلاصة في اللي هو مطهر معوي، بيقضي على اي ميكروب فيها، على اي حمضيات وحشة في معدتها كده بتنضف. فده علاج يا جماعة اللي هي تبيض وترقد وتطلع، واول يوم لحد 5 يوم كده تلاقي ايه لسه مناعته ضعيفة تلاقي مات، ده علاج. طبعا في فترة العلاج مينفعش ادي فيتامين ولا ادي ايه كالسيوم، الحاجات دي طبعا ايه غلط. مسافة ما تخلص الجرعة دي تصبر مثلا 3 ايام تقوم جاي مدي ايه جرعة بقى الفيتامين بس. ف دي خلصنا من اول خطوة. طبعا في ناس زمايل واصدقاء بتقول عايزين ندي مثلا باستمرار كالسيوم وفيتامينات، طبعا الكالسيوم الكتير والفيتامين الكتير غلط عليهم، طالما انت ما شاء الله شايف الفرد عندك بصحة كويسة وبوض وطلع وعمل كل حاجة كويسة بناقص الفيتامين خالص، فبوظ جهاز المناعة بتاعه او جهاز مثلا يعني الوضع اللي هو فيه كويس. فانت طالما شايفه كويس خلاص مفيش اي مشكلة، ممكن كل فترة تديله مثلا نسبة فيتامين، قلل البيض مش تديله، البيضة طلعت قشرة خفيفة او اي حاجة تديله كالسيوم، فبلاش حاجة عمالها على بطال. الكالسيوم كتير بيخلي الفرد يتعب وينهج من كتر الكالسيوم اللي فيه، ممكن ما تلاقي اثر على البيض مش قادر يرقد على البيض. الكالسيوم برضك بيبقى زياده على الجسم، ضر اكتر ما افادته فيه، يعني الحاجه اللي بتكتر في الجسم اليمامه او عامه في الدنيا كلها الحاجه النسبه بتاعتها بتكبر
تبقى ضرر للشخص نفسه او الحمامة نفسها او الحمامة نفسها وكده. فبلاش ندي كالسيوم كتير، ندي بنسب بسيطة. في الكالسيوم الكويس طبعا اللي احنا عارفينه الجرش ده اللي عند بيباع عند اي علاف، وفي برضه الكالسيوم بتاع العصافير الابيض ده اللي هي السيبيا اللي بيقولوا جواهم الاسماك، برضه بندقها وبخليها عامله زي الحبوب مثلا الدورة او الدورة الرويجة والعنب صغيرة، هما يبتدوا ايه ينقروا فيه. في طبعا كالسيوم برضك سائل بشر عادي بنحطه في المية وبيتاخد بس عند اللزوم يا جماعة. والفيتامينات برضك عند اللزوم، عايز تدي فيتامين كل مثلا شهر مرة عادي مفيش مشكلة، لكن بلاش الاستمرارية. وما ينفعش تدي فيتامين مع علاج، خلص العلاج الأول لو كان فيهم حاجة، ما كانش فيهم حاجة ادي فيتامين عادي كده مفيش أي مشكلة. طبعا الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين انا ما بديش فيتامين ولا بدي كالسيوم ولا بدي حاجه غير عند اللزوم. عند اللزوم خدوا بالكم معايا، انا ما بديش غير عند اللزوم طالما انا شايف الفرد قدامي ما شاء الله كويس وصحته كويسه، وطالما انت بتغذيه كويس جدا مفيش اي مشكله هتظهر فيه. طبعا التغذيه اللي هي ايه، كلفه الحمام اللي احنا عارفينها، الفول والقمح والذره العويجه والذره الصفراء والبسله والعدس والعلف، كل الحاجات دي بروتينات عاليه جدا لما تكون متجمعة في طاقة واحدة بياكلوها بيستفيدوا جدا منها. طبعا الاستفادة منها جسمه بيتقوى، ادي فيتامين، بتربي جسم حلو وصحة حلوة ولحم بحيث اللي هو مكسي للصدر للبطن مفيش اي مشكلة، بيدي كل حاجة حلوة ومناعة قوية ومفيش اي مشاكل فيه. فاحنا ايه نسيبه احسن من غير ما ندي مثلا فيتامينات او نعوضه على فيتامينات او حاجة. طبعا نروح للجزء التاني ما شاء الله اهو، واكله اهي ما شاء الله معدتها مليانه اهو زي ما حضراتكم شايفين، اكل في كلها وسايبين العلف اهو عيش مكسر وكل حاجه. وادي الزغلولين اهو ما شاء الله بصحه كويسه مفيش اي حاجه، انا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله يعني ربنا كرمني وما بديش فيتامينات ولا كالسيوم غير اما اشوف فعلا في حاجه ناقصه فيها كالسيوم، سواء في الريش سواء في البيض سواء بيضه بيضه وبيضه، برضك ايه اكتشف كل الحاجات دي وابتدي ايه اراعي فيهم. انا ما بقولكش ما تحطش او ما تجيبش او ما تديش، لا حاجة عند اللزوم افيد لما تكون مثلا انت بتدي ايه عمال على بطال. ادي الجوز ما شاء الله، وادي الزغاليل كويسين وبصحة كويسة مفيش اي مشاكل اهو، والصدر مكسي ما شاء الله مفيش اي مشكلة فيه، ملحمة اهي مفيش اي مشكلة اللي هي المشقوفة بتبقى مليانة عظم. وادي الجوز التاني ادي مجوز الدكر الاحمر الانتهية مطوقة اهو ما شاء الله ومحسية حصوتين اهو تحتها. وده الزغلول بتاعهم اهو في الزاوية اهو، طبعا هتقولوا ما شلتوش ليه، هشيله ان شاء الله هفضله مكان كده واشيله عشان كانت في قطة كده بنت حلال كده اصطادت منه جوز، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل قطة حطيتهم ونسيت الباب مفتوح فايه فاتكلوا كان زغلولين، بس الحمد لله يعني هتقول ما شاء الله مطلعين اهم هم كانوا مطلعين اتنين بس في زغلول مات وده الزغلول التاني طبعا مات من ايه الحمد لله قدر ما شاء فعل. هو في طبعا مشاكل كتير في الصيف الجو الحر مثلا بيأثر على الزغلول، وانا حاطط الحته دي يعني في فوجة الشمس كده زي ما حضراتكم شايفين اهو فبيجي عليه، ابتدي بقى ايه احط له كيس او اي حاجه في الجنب كده بحيث ان هو ايه يضلل عليه. وادي في جوز تاني اهو الزغاليل اهو، طبعا هي بيضة جوه اهي حضراتكم لو شايفين البيض تحتها جوه اهي ما شاء الله بيضة اهي. وادي زغللها لسه ايه بيبتدوا ياكلوا، طبعا انا مش مستعجل عليهم عشان لسه ايه بيبتدوا ايه ينقروا واحدة واحدة. هتقول كبار وما شاء الله فعلا كبار وما شاء الله بس لسه ايه بينقنق اهو، حتى ابوهم بياكل اهو بيبتدوا ايه ينزلوا معاه ايه ياكلوا سنة سنة مع مساعدة ابوهم في الاكل. وانا الجوز اهو بياكل اهو، تقعد تناديهم بصوتها كده بحيث ان هم ايه ياكلوا مع بعض. ما شاء الله هم الاثنين اهو طالما يا جماعه موفر لهم الاكل والميه ما شاء الله هتلاقي صحتها كويسه، ومتاكلهم ومتاكل الزغاليل ما شاء الله ايه وشبعان. لكن انا هحط لهم ايه حاجات خفيفه طبعا هتضعف وتضعف نفسها وتضعف الزغلول، مش هتلاقي منهم انتاج يعني انتوا زي ما انتوا شايفين اللي انا اللي هم الزغاليل معاها وبتبتدي ايه تحص جنبهم او تفيد جنبهم ما شاء الله هم زي ما حضراتكم شايفين
هما الاتنين في بقها يا جماعة ما شاء الله عليهم. طبعا اهو على اثبات كلامنا اللي بيأول الفرد ايه وبيديله الصحة ايه، هو الاكل يا جماعة اللي هو ايه بيخليه يقدر يأكل واحد واثنين وثلاثة ما شاء الله، هم واكلة وشبعانة وبتأكل عيالها وتبتدي تيجي تاكل تاني. طبعا ليه بقى دام شايفهم كده ما شاء الله كويسين ليه احط لهم فيتامين؟ طبعا شايف الفرد ماكسي او احط لهم كالسيوم؟ لا دام كويسين ما شاء الله تمام مفيش اي مشكلة فيه خلاص. طبعا في اي سؤال اكتبولي في تعليق، محتاج رقم الواتس عندهولك ونشاور بعضنا اذا كان في اي حاجة. طبعا عرفنا النهاردة ازاي ندي الفيتامين، ازاي ندي كالسيوم، ازاي لو في مشكلة في موت الزغاليل وهي عمر يوم اتنين تلاتة اربعة وخمس ايام، المشكلة بتبقى في الاب والام، عرفنا العلاج ازاي وعرفت تحطه ازاي واسم العلاج ايه تبتدي تحطه ازاي. في اي مشكله هتقف قصادك في اي حاجه اكتب لي برضك وانا ان شاء الله نساعد بعضنا ونرد على بعضنا. ازاي نوع فيتامين حلو قولوا لي وانا اكتب لكم نوع الفيتامين ونشرح برضك يوم الفيتامين. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه ليوصل كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.